رفيع المستوى قال إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعقد اليوم اجتماعا برئاسة المستشار أنور العاصي. المفروض إن الاجتماع ده هينتهي بعد قليل، وهنحاول إن شاء الله يعني نقول لحضراتكم آخر التفاصيل اللي كانت فيه. الاجتماع ده المفروض إن هو يناقش قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وده طبعا للوقوف على الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية. أكد كمان المصدر إن اللجنة هتقرر فتح باب الترشح في النصف الثاني من شهر مارس الجاري، الذي قد يكون من المحتمل أن يبدأ في 19 مارس المقبل، والمدة 3 أسابيع على أن يقدم طلب الترشح إليها. وكشف المصدر عن أن اللجنة العليا ستجري عملية الاقتراع على الانتخابات الرئاسية على مدار 2 يوم مش يوم واحد بس، ده طبعا لإتاحة أكبر فرصة أمام الناخبين للمشاركة في عملية الانتخابات الرئاسية والمشاركة في عملية التصويت. احنا معانا حد من هناك؟ طيب معانا زميلنا مين؟ إبراهيم قاسم المحرر القضائي في اليوم السابع. أستاذ إبراهيم أهلا بيك. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. الاجتماع انتهى ولا لسه؟ هو لسه ما انتهاش ومستمر منذ الساعة 12 بعد ظهر اليوم، وحتى الآن ما زالت اللجنة تبحث مع وزير التنمية الإدارية اللواء عادل لبيب الخطوات والإجراءات التي من المفترض عملها، وهي قاعدة البيانات وأيضا الإجراءات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج، خاصة وأن العبء الأكبر على وزارة التنمية الإدارية في هذا الأمر. كانت القانون تضمن بأن يجوز للمواطنين المغتربين في الخارج بأن يصوتوا عن طريق جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي دون التسجيل في قاعدة البيانات. أيضا من الأمور التي تناقش اليوم اللائحة التنفيذية الخاصة بمواعيد عملية فتح باب الترشيح وأيضا عملية الاقتراع، وأكدت لنا مصادر من الداخل بأن الأمر استقر إلى أنه سيتم فتح باب الترشيح إن شاء الله بعد النصف الثاني من هذا الشهر، وهو ما يغلب ما بين 15 إلى يوم 19 مارس، بينما عملية الترشيح عملية التصويت نفسها ستكون في النصف الثاني أيضا من شهر مايو من يوم 15 وحتى يوم 21 مارس. هذه المدة كلها أمام اللجنة العليا للانتخابات، ولكن تقوم بعمل حساباتها النهائية، ومن المقرر فور الانتهاء من الاجتماع اصدار بيان لتوضيح ما حدث في هذا الاجتماع. طيب تمام، هنتابع معاك طبعا ابراهيم، بس سؤالي ليك، هل حصل اي كلام في الكواليس على الجدل اللي حاصل بخصوص تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؟ هل حصل حديث في هذا الامر؟ يعني اعتقد ان في مصر فقط نسمع اراء لفقهاء قانونيين ودستوريين يعني يصب في اتجاه معين، ونسمع اراء فقهاء قانونيين ودستوريين فقهاء ايضا في الاتجاه الاخر. حصل اي كلام في الكواليس على ده؟ طبعا نحن عارفين ان اللجنه العليا للانتخابات تضم عدد 5 قضاة، هم شيوخ القضاء، النائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا والنائب الاول رئيس المحكمه الدستوريه العليا طبعا، وكذلك النائب رئيس محكمه النقض ونائب رئيس مجلس الدوله ونائب النائب الاول للنيابه الاداريه. هؤلاء شيوخ القضاء اجتمعوا اليوم وتطرقوا بالفعل الى عمليه التحصين، ولكن حسم الامر بان القانون بالفعل صدر ولا يجوز تعديله بعد ذلك في هذه المرحله، لانه تم التصديق خلاص عليه من رئاسه الجمهوريه ونشر في الجريده الرسميه. تمام. كانت المحكمه الدستوريه نفسها عقدت جمعيه عموميه. لا بس في ناس حتى الان بتطالب برئيس الجمهوريه، في ناس لحد دلوقتي بتطالب رئيس الجمهوريه بالتدخل باي شكل من الاشكال، تخوفا من يعني مشاكل قد تنجم بناء على هذا القانون. لسه الجدل والنقاش دائر حتى الان اللحظه اللي بنتكلم فيها دلوقتي يا ابراهيم. لا، هو ما اكدته المصادر من داخل اللجنه العليا للانتخابات بان موضوع التحصيل هو امر غايه الخطوره، وانهم هم يعني ياتي في صالح عمل اللجنه وفي الاجراءات التي ستتبعها، خاصة وأن المركز
الخاص برئيس الجمهوريه او منصب رئيس الجمهوريه لا يعني لابد ان يكون مستقرا وغير قابل للاهتزاز في عمليه الطعن او جواز الطعن عليه. دي وجهه نظر. كل الامور تشير الى ان اللجنه العليا للانتخابات هناك موافقة على موضوع التحصيل ولا هناك تغيير في هذا القانون. يعني ما فيش كلام بقى على النقاش او اخذ في الاعتبار الاراء اللي بتقول على ان القانون ده يعني لن يعطي الانتخابات القادمة النزاهة والشفافية اللي بيتمناها الجميع، وان كان في فرصة بدلا من التحصين يعني اعطاء مدد محددة ومعينة للطعن والفصل في الطعن ما بين يومين واسبوع، يعني ما شفتش كلام في هذا الاطار. لم يكن هناك حديث على انه سيتم التراجع عن موضوع التحصين، لان حتى اعضاء المحكمه الدستوريه هم نفسهم اعضاء في اللجنه العليا للانتخابات، يعني رئيس المحكمه الدستوريه العليا هو رئيس اللجنه العليا للانتخابات، وعندما حضر اليه القانون وتم ارساله الى الجمعيه العامه الخاصه بالمحكمه الدستوريه وافق على موضوع التحصين وابدى عدد من الاسباب، من هذه الاسباب ان الدستور الحالي الذي تم الاستفتاء عليه في 14 و15 يناير اكد على ان التشكيل الحالي للجنه العليا واختصاصاتها والضوابط التي تخضع لها هي مثل ما كانت في الانتخابات الماضيه، فلا يجوز تغيير ذلك بحسب الدستور، كما ان هناك قاعده يعني تم ارسائها من قبل وهو ان الاحكام الانتقاليه في الدستور لها قوه عن المواد الاساسيه في القانون في الدستور، بمعنى ان في عهد الاخوان عندما تم وضع الدستور 2012 كان هناك ماده في الدستور تقول ان القضاة غير قابلين للعدل، بينما جاءت ماده انتقاليه في الدستور نفسه بان هناك عدد من القضاة 7 من قضاة المحكمة الدستورية تم عزلهم بالفعل، فمعنى ذلك أن المادة أو الحكم الانتقالي أو المادة الانتقالية لها قوة عن المادة الأساسية في الدستور. أشكرك شكرا جزيلا إبراهيم قاسم المحرر القضائي باليوم السابع. في الحقيقة احنا بنتكلم في هذه القضية لأن برضو من الأمور المستغربة وبتحصل عندنا احنا هنا في مصر في الحقيقة بس يعني أو دول تانية الواحد ما نسمعش عنها كتير، هي ان بعد صدور القانون بيتم إثارة جدل كبير جدا حواليه، والجدل بيتم من مفكرين كبار، واحنا كمواطنين بنفضل واقفين كده في المنتصف نسمع فقيه قانوني ودستوري بيقول ان القانون اللي صدر ليس له علاقة بالدستور ومخالف تماما لمواد موجودة في الدستور، وده هيبقى يعني هيؤثر بشكل او باخر على العملية الانتخابية القادمة، وفقهاء قانونيين ودستوريين آخرين يؤكدوا على أن هذا الأمر وهذا القانون دستوري 100% وأيضا لصالح الوطن ولصالح الدولة المصرية. ونفضل إحنا في النص كده نسمع فقيه قانوني قدامه فقيه قانوني ودستوري، في النهاية إحنا في النهاية هنشوف يعني ما سيحدث خلال الأيام القادمة، تهمنا أنها تكون انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، نتمنى ان مصر تثبت للعالم كله انها عندها القدرة على اجراء هذه الانتخابات وعندها القدرة على اجراء هذه الانتخابات في جو امن ان شاء الله ومستقر، وان المصريين هينزلوا بملايين المواطنين عشان يدلوا باصواتهم. طيب القانون صدر خلاص، القانون صدر، فهل ده بقى بعد كده هيحصل فيه نقاش او مش هيحصل فيه نقاش بعد ما صدر؟ لحد دلوقتي شايفين ان مفيش تراجع عن هذا الامر. طيب امر مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة بسرعة تحريات الامن الوطني والمباحث الجنائية حول واقعة الاعتداء على السفارة الاوغندية بمنطقة المعادي، كما امرت النيابة ايضا بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد الجناة وسرعة ضبطهم وانتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات. كشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء مرور مسيرة أمس لجماعة الإخوان الإرهابية بالقرب من مبنى السفارة الأوغندية اعتدوا على فرد الأمن المكلف بحراسة السفارة، وعندما فشل في التصدي لهم دخل مبنى السفارة وأحكم الباب الخارجي، وبعدها ألقى المتظاهرون زجاجات مولوتوف على
واجهة السفارة وكشك الحراسة، مما أسفر عن حدوث بعض التلفيات وتحرر محضر بالواقعة واخترت النيابة التي أصدرت أمرها السابق. طب السفارة الأوغندية علاقتها إيه باللي بيحصل ده؟ يعني إيه؟ يعني هو خلاص هذه الجماعة استعدت عليها الشعب المصري، وبعدها بشوية استعدت عليها الشعوب، الكثير من الشعوب العربية. ايه القصة بقى؟ يعني ايه الهدف؟ ايه الحكمة؟ عشان بس احنا يبقى عندنا يقين ان التصرفات محدش يفتكر بس من اعضاء هذه الجماعة او من انصارهم ان هم تابعين لقيادة بتفكر بقى وتخطط وتنظم وهتوصلهم للهدف اللي هم عايزينه. ابدا ده مش حاصل. واضح ان التصرفات كلها عشوائية ارتجالية بتؤدي في النهاية لنتائج عكسية، عكس ما هم يتمنوا تماما يعني، او عكس ما هم بيرغبوا تماما. اعتداءات على سفارة دولة افريقية في مصر، هم فاكرين، هم معتقدين ان ده يعني هيقول للعالم ان مصر مش قادرة تحمي السفارات بتاعتها، ومصر مش قادرة تحمي الرعاية الاجانب اللي فيها. العكس اللي هم مش فاهمينه ان الدول كلها هتشوف هذه الجماعة على حقيقتها، هتشوف هذه الجماعة في صورتها الحقيقية، هتشوف هذه الجماعة كجماعة إرهابية بتحاول تخريب السفارات الأجنبية ومحاولة الاعتداء على السفارات الأجنبية. فكلامي في اللحظة دي في الثلاثين ثانية دول لأعضاء الجماعة وحلفائهم، انتوا مش ماشيين ورا ناس بتفكر وتخطط وهتوصلكم للهدف اللي انتوا عايزينه، انتوا ماشيين ورا ناس بترتجل وبتتحرك بعشوائية، هتؤدي هذه الحركة العشوائية في النهاية الى ان حضراتكم يا اما هيتقبض عليكم، يا اما حضراتكم يعني هتعزلوا اجتماعيا، يا اما حضراتكم هيكون مصيركم سيء جدا. يعني دي ملحوظة بسيطة جدا، على وعسى حد في حضراتكم يفكر ويتضح ليه الامر. اعلن العقيد اركان حرب احمد محمد علي المتحدث العسكري ان وزارة الدفاع أطلقت موقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بعد تحديثه وتطويره عشان يواكب روح العصر ويلبي كمان احتياجات المواطنين. وأوضح إن على الموقع أو إن الموقع بيقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وكمان العسكريين في المجالات والأنشطة الخاصة بالقوات المسلحة، التجنيد والتعبئة، شؤون الضباط، السجلات العسكرية، الكليات والمعاهد العسكرية، التأمين والمعاشات، المستشفيات العسكرية واستخدام الأطباء الأجانب، جهاز الخدمة الوطنية، معهد اللغات، المزارات والمتاحف العسكرية، المشاريع القومية. يعني تفاصيل كثيرة جدا هتكون موجودة على الموقع. طيب احنا معانا استاذ عبد الرازق توفيق، المحرر العسكري ومدير تحرير جريده الجمهوريه. اهلا بك يا استاذ عبد الرازق. اهلا بك يا هيثم. استاذ عبد الرازق، يعني اهميه وفائده هذا الموقع، موقع خاص بالقوات المسلحه، خاصه ان احنا بقينا شايفين دلوقتي على صفحات التواصل الاجتماعي 50 صفحه باسم القوات المسلحه، وهي طبعا غير تابعه للقوات المسلحه، و50 صفحه تابعه للشرطه المصريه وهي غير تابعه للشرطه المصريه. أنا عايز أقول لحضرتك بداية القوات المسلحة بتدرك أهمية المعلومة وبتقدرها، وفي هذه اللحظة التاريخية اللي بتعيشها مصر أعتقد أن هناك جدل وشائعات ولغط وبس، يعني بعض الذرائع والفتن في الرأي العام المصري ومغالطات كثيرة. أعتقد أن الفرق بين موقع المتحدث العسكري والفرق بين موقع وزارة الدفاع، أعتقد أن الصفة الخدمية بتغلب على موقع وزارة الدفاع الجديد بعد تطويره وتحديثه، بحيث ان المواطن المصري مرتبط بشكل كبير جدا بما تقدمه القوات المسلحة في اطار التنمية الشاملة للدولة، او بعض الخدمات للعسكريين اللي انتهت خدمتهم من القوات المسلحة. اعتقد ان قطاع كبير جدا من الشعب المصري بيعالج في مستشفيات القوات المسلحة وبتلقى خدمات طبية راهنة، يعني حديثة وحضارية. اعتقد مجال استخدام الخبراء الاجانب، اعتقد طلاب الكليات العسكرية وكل الاسر معنية بهذا الشأن، اعتقد الجهاز الخدمة الوطنية بما يقدمه من مشروعات وطنية، الناس محتاجة انها تكون في حالة تواصل ادراكا لاهمية الشبكة او شبكة الانترنت، بتلبي مطالب واحتياجات الشعب المصري
من خلال التواصل مع القوات المسلحة وتتعامل، يعني بحيث انك انت بتسأل عن معلومة وربما ما تسألش شخص، تلجأ مثلا لمحرر عسكري تقول له مثلا والله هروح اطلع الورقة دي من السجلات ازاي، فممكن يكلم لك حد ويقول لك الورق المطلوب. اصبحت الخدمة متاحة للجميع. شغلكم كده هيقل يا استاذ عبد الرازق. ايه يا استاذ هيثم، شغلكم كده هيقل يعني؟ اللي عايز حاجة يدخل على الموقع على طول. والله ربما يخفف عننا برضه يعني ده وسيلة مريحة بحيث ان احنا نتفرغ لامور اخرى تخص القوات المسلحة اكثر اهمية. لكن انا معني بالتفرقة بين موقع المتحدث العسكري وموقع الجديد لوزارة الدفاع اللي هو بيتغلب عليه زي ما قلت لحضرتك الطابع الخدمي والتواصل مع ابناء الشعب المصري وقطاع كبير من الشباب، خاصه في مجال التجنيد، مجال التطوع، مجال المستشفيات العسكريه، مجال الكليات والمعاهد العسكريه، المستشفيات، الخدمه الوطنيه اللي بتقدم من منتجات في منافذ الخدمه الوطنيه في شتى المطالب الحيويه اللي بيحتاجها المواطن المصري. اعتقد ان اصبح او بات امرا ضروريا ان القوات المسلحه بتقدم خدمات الشعب المصري قطاع كبير منه، ان ما يعرفش القوات المسلحه بتعمل ايه من خدمات جليله ومشروعات قوميه لصالح هذا الشعب، فكان من المهم اطلاع الشعب المصري اللي ما يعرفش يدخل على الموقع. يا استاذ عبد الرازق بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا الاستاذ عبد الرازق توفيق المحرر العسكري ومدير تحرير جريده الجمهوريه.